مرحبا شباب، كيف حالكم؟ معكم أخوكم سكور ماهر. اليوم حبيت أعمل هذا الفيديو ويا أخوي طارق من فرقة المتفجرات، وهذا الأخ وياي هو اتصال. قول هلا طارق. هلا ماهر، شلونك؟ شلون صحتك؟ شلون الشباب؟ كلهم زينين إن شاء الله. اليوم إن شاء حبينا الله. نسوي تحدي قناص أنا وطارق، ولو انا مو كلش قوي بالقناص ترى، بس ان لا شاء انا الله قوي ماهر، لكن ان شاء الله نتونس. يلا حبيبي، انا راح اسوي هسه الغرفة واتذكر الباسورد. شلونك انت طارق؟ شو اخبارك؟ الحمد لله على الله الامور. حلو، كل شي تمام؟ لا كل شي تمام الحمد لله. اهم شي تكون صحة وخير. الحمد لله بخير. الحمد لله. أنا اخترت طريقة خارطة، العفو، خارطة الشوارع. انضم. شوارع؟ ايه اوكي، ايش قد الرمز؟ 4 وحدات. يلا سويتها سهل عليك، بس تفيد. ايه هو ايه سهل عادي. يلا حبيبي، على كيفك وياي ماشي. معود يا اخي، ان شاء الله موضوع الناس والله. لكن سويت فينا انت البارحة. تسلية يا تسلاية تسلاية ماشي. يلا تسلاية فيك بس. اليوم بس جيب راسك اللي ماشي ولا تتحرك. ماشي ماشي. طبعا انا كاتل 40 كتلة بالقناص، صدق عمر كاتل 5000 8000. على القناص ما استخدم السابع، احنا ما يلا بطل قوة. يلا اللعبة لاج شوي، خراب والله لاج في اللعبة. لا طارق مو فريم، هو الواحد عنده روت كل جيم. ما عليك كيفك، جاي سولف جاي سولف. اوه لا 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 على كيفك، تمام زعلت من فوق. لا يا طارق ليش ما يحل؟ تعال تعال. مطر مطر موت. لا تلعب درع حفظ الدنيا يا طارق. بس هي الخارطة غلط، يعني هاي الخارطة مو حلوة الحماس. فصل يلا عادي مو مشكلة. انا اشوفها انفصلت، يعني والله انفصلت. بس خلنا نشوف اي والله ما اقول لك هي خربت. ليش ما تصدقني؟ يلا حبيبي نسوي جيم ثاني مو مشكلة. المرة ننزل خارطة شوية تكون كبيرة، شنو رأيك؟ ماشي ماشي.
انا ما اقدر اسوي تحدي ضدك الشاف، انا ادري بيك راح تسحلني ترى. خلينا قناص احسن. يلا لا تبقى انت افضل لاعب بالنسبه لي. يلا حبيبي راح اسوي، لحظه بس اسوي غرفه جديده. ماشي راح اخلي قنوات، شنو رايك؟ خلاص مو حلو؟ لا لا خلي موقع بناء انا اقول احسن. ماشي يلا هم 4-1. اوكي ايه شلونك تطير طارق ويا بالتحديد؟ ايه مهما ترجع على القديم افضل. ايه صح مهما ترجع على القديم افضل، بس القديم حلو والله. هو التحديث القديم احلى بهواية والله، بس هي جيم لوك كانت لا دروع. لا ايه احلى شيء كانت اكثر شيء واحد يلعب في المخالب لو دوش الجي ار لو خالد لو خالد لو باندا ايش فيك طارق؟ الجيار ترى سلاحي مفضل ترى دربارو. لا ماكو والله واحد يستمتع بيه. اوه 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 كيف طارق راسك، بس راسك راسك طارق. خلنا اصعد لك من فوق بعد. اوه اه طلع الدم منك طارق. شو ما وصلت طارق طلع. طارق جاي تشوف من ورا الحائط؟ اي والله اشوفك من ورا الحائط. شوية لاج من العربية. وقفت شوية. وقفت شوي. اوه تبع منين جيت؟ اكرم من الزاوية. عطر حلو يا راسك والله. طارق ادبي جاي تقنص عليه. ادبي ادبي جاي اقرا افكارك، جاي اقرا افكارك. وهاي الحركة شنو الفايدة هاي الحركة؟ ما اتباهى بيها. اوه موت موت. بس مو هذا اللي يجي يشترك كل ساعة يشترك نفس المكان. يلا باقي كتيلتين.
وهذا الطارق الذرع شنو الميزة به هذا اللي تستخدمه؟ الميزة بيه شوف نور الحائط. يعني يشوف دايما طول الوقت يعني؟ ايه طول الوقت طول آه. الوقت يعني إذا عرفت شلون هذا الدرع عشان يستاهل؟ إيه يعني هذا حتى لو تستخدم أي سلاح ثاني غير؟ مو ايه إلا القناع. بس القناص آه آه أوه قوية حيل قوية. آه لا لا ما بطل. كيف 160؟ يلا طالع راسك يا يعني. اوه هذا تمناك شو ما قدر. اوه انا اركز عليك المرة المرة اعرف روك شو راح اكتب. يلا كتب تيل كتلة واحدة بس بس واحدة. بس واحدة بس كتلة واحدة. تعال 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 تعال. لا 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 فاش القناص انا ايش فيك؟ لا هو انا والله حتى ما اعرف العب ترى هاي ثالث مره العب فيها ويا عامر لعبت وذاك اليوم اللي لعبت امريكا وهذا كيف لعبت كيف هو جويستيك صعب يعني التحكم بالقناص اي اكيد صعب وانا لابس صوت موقع بدون نكمل جيم ثاني لو خلنا نشوف والله ايش قد باقي وقت 12 دقيقة ما ادري شوية سرع يعني الفيديو اسوي طويل على بعدك بس خلنا نشوف الحساب مالتك طارق بس بس شنو عندك من الحساب مالتك هذا الاصلي كل الدروع كل الدروع يعني بس هذا الدرع الجديد الساموراي يعني حتى اللي موجودات عندي اه الذيب والساموراي موجودات عندي ها آه. رسالة بنفس الوقت موجود هلا شوف الساموراي يتحمل هواي ضرر من القنابل القنابل اه ايه القنابل متأثر بالساموراي بس آه. هو يعني درع عادي بس القنابل متأثر ايه صح الدرع زيادة بس الطب على الدرو مفتاح الساموراي يقول مفتاح بيض الاضطراب والسرعة الوصف الأدوات لعودة الأحياء اليابان التي ظهر مقاتلين وشالوا هم يقدمون الفلسفة بالدور الأول مرة في مصور الحرب الأمنية في مرة بها اليابان وأدواتهم يقول لك مكافأة الساموراي أسلحة زي محاكمية مكافأة مجموع سلاح وعندك ضرر يعني ضد القنابل اي صح بس هو درع حلو بس ما اشوف فيه ميزات احنا عندنا درع الفيلق افضل شيء الفيلق اي هو احسن شيء للكشاف اي اقوى درع الفيلق بس يتحمل ضرر يعني هل هذا الدرع بمناعة ضد الرصاص اه يبقى ضد الرأس يتحمل ضرر قوي ايش قد ما تضربه ما يأثر الفيلق؟ اي الفيلق مش متعرفه؟ بس الفيلق يموت بسرعة إذا ترمي عليه على الجسد بالعكس الجسد ايش قد ما ترمي عليه يتحمل ضرر وسهل اه يعني الدرع مالته يتحمل رصاص ايش قد ما تضربه يتحمل واغلب الضربات ما تتحسب اي صح ما تتحسب ايش قد ما تضربه تحسه يعني بعدم ما يعني لاعب بعدم ما مضرب لا ضربه اه اي انا اقول لك الفيلق اذا نازل ضدك فيلق تقدر تعالجه بس بالمثال صح اي الدرع المثالي هلا احسن درع الموجود هو درع الفيلق بالضبط يعني هو احسن درع كونه يعني لا
العفو العفو هو كونه عند الدروع المثال أفضل درع وقوى درع صح دم 140 يتحمل ضراري وقوي جدا بس هو الذيب على حد يجي الفيلق الذيب والمثالي نفس الطاقة غير لو أخو... لا 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 الذيب 125 صح دم مثالي 140 قوي حيل قوي ذيب يموت بسرعة بالراس تحس دماغه كبير الهيد شوت هواية حتى راسه كبير يكون سهل لا قلت محترفين يتعبون الهيد شوت كل الهيد شوت صح بس هم حلو هذا الدرع الذيب يعني كضرر هاي هم ميسر يعني 130 اي صح بابا شوف الحساب مالتك في اي بي 9 مقفل عليهم ما حد يشوفك متونس مقفل اسم الرافايل اي حسب هاي الفرقة من الشباب موجودين ها طارق ومحمد موجود هم مهند هم هم يعني عامر فريق مع بعض مسجل جواي كيسي عامر هاي الفرقة مال عامر خاصة عامر هاي مكتوب فوق هاي واي تي كيسي عامر ناون هيروز هاي هي هذه الفرقة تابعة عامر كيسي عامر بس والله لعب عامر كي او جي خرافي والله عامر لاعب محترف كثير انا شفت فيديوهاته تابع حيل قوي بالكشف الكي او جي حيل قوي كي او جي حلو حلو لعب عامر عامر لاعب محترف قديم اي عامر حيل معروف اي عامر له شهرة خاصة اي سمعته كلش حلوة يعني سمعته ذهب والله وكونه هو انسان مثير طبعا طبعا محترم محترم جدا طبعا هو يحب يعني يلعب بس كسلاية هو يعني يحب فقط كسلاية ايه. نفس الوقت هو فرقته يعني فرقة مورتر فرقة ايه نفس الوقت هو فيها من ضمنها يعني من ضمن أعضاء الفرقة هو ترى طارق هاي قدام الكل والناس كلها تسمع انه انا عضو فرقة نعم. المتفجرات وسكور المتفجرات نعم. هي فرقتي والله ماهر شربت عند الطعم تدخل ويانا انت طبعا انت اللاعب العربي محترم ما حد يصل لقيمتك لا حبيبي لا فرقتك سكور بس انت الفرقة الثانوية لك مورتر يعني شيء منتهي منه طبعا حبيبي اكيد كوننا يعني اصح ولد بلد واحد و... أيه. يعني شيء منتهي منه لا اكيد لا. تبقى واحد من عندهم ما نقدر ما حد يتبرى من واحد صح. مستحيل وانت تبقى لاعب عربي ايه وبالنسبة للمضغوطين لا حبيبي لا 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 ما نجيب لا سيارة مضغوطين ولا الواحد يلعب ونسى يلعب ونسى ما حاجة احكي الواحد يفوز يخسر يلعب الكل تخسر ماك احد ما يخسر بس انا طارق شوف انا لعبت على الاي او اس يعني البارحة صح انا مو قوي باللمس بس اللعبة حيل خرافية احسها انه فرق حيل كبير انا عندي جهاز اي او اس لعبت لعبة حلوة ما فيها مشاكل يعني لعبة خرافية جدا بدون لاج تفسير خرافي جرافيك عالي بس المشكلة بيها هاكر صح صح هاكر هواي يعني ماكو رقابة على الاي او اس يعني باند او فتشي ماكو اي ان شاء الله حبيبي طارق من يوصل لي الجويستيك لحتى نلعب سوية هواية بدام انت هم عندك ابل جهاز لحتى نلعب هواية لان يعني هناك والله احس اللعبة يعني حيل سلسة والله حيل جميلة اللعبة بالاي او اس لا هي حلوة بس مشكلتها الهاكر صح 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 يعني تباوع علي يمشي صاروخ خلينا نقولها باللهجة العراقية يمشي صاروخ صاروخ والله العظيم ايه وجبني الطابة علي هذا وشو قبرني صاروخ
هاي اللعبة هم شوف جاي طلعوا لي دايات بقى. Who's this little guy? Baby Winston, a smaller version of one of the Overwatch heroes. Oh, Winston, he's like 10 feet and he's... عربي يا هو لو مخليها على التحديث الأول بدون أي ضرر والله اي والله صح كلش حلو والله والله بس هي خربوها اللعبة اي روح ماما هي خربت لأن اكو صراحة يعني خلينا نكون صريحين كل هو عيب وين باللعبة اي بس براس الدروع انا اعرف اشخاص براس الفيلق صاروا يواعي هي الدروع هم تسوي فرق طارق اي 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 تسوي واعي الله بعد شو تسوي هي تظل هي تظل اللعبة الوحيدة الموجودة على يعني الأجهزة المحمولة الأجهزة الذكية صحيح هي شوف والله ام سي 6 بلكي شوية أحلى نشوف يقولون راح تنزل السنة الجاية حسب ما سمعنا 2017 كانوا اوه ليش انت سمعت؟ انا بالي ما ادري قالوا على سنة 2017 يقولون يعني هالسنة اعتقد ما ادري نهاية هالسنة ما بعرف بعد ما اعرف هي حسب 2017 ما ادري يلا الله كريم بلكي ينزلون العاب شوية احلى الواحد يتسلى ما اعرف الحكي سمعناه يقولون لعبة حلوة ونظامها نظام حلو اي ملفات خارج اللعبة مثل ملفات هكر او فد شي اي حسب ما سمعنا يعني احنا المعلومات اللي وصلت يلا الله كريم ننتظرها تنزل انا ان شاء الله من استلم الجويستيك انا اشتريته اونلاين من استلمه لحتى ابدي اصور على الاي او اس ان شاء الله ان شاء الله هم راح اسوي بث جانبك وساندك شكرا ضلع حبيبي ما تصل الله يسلمك يا الله وهم يعني اسوي لايف ستريمينج يعني بث مباشر لايف كومنتري ايه ان شاء الله يلا حبيبي طارق شكرا جزيلا على حضورك ولعبك وياي بالعكس ماهر يشرفني العب وياك وشكرا على السحله لا انا ما ابي انزل السحله هذا للتسليه يلا تسلي يلا حبيبي طارق ان شاء الله وهاي مو اخر فيديو راح نسويها مع واحد ثاني نسويها ان شاء الله اكيد اكيد ان شاء الله نعيدها مره ثانيه يلا 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 حبايبي ان شاء الله استمتعتوا بهذا الفيديو ويا طلع طارق اشكرك ماهر اشكرك يلا حبيبي يلا مع السلامه شباب واشوفكم بالفيديو القادم مع السلامه شباب مع السلامه هلا ماهر الله يعافيك مع السلامه حبيبي